ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى ايه؟ طبعا فلوج الخميس اللي انتوا عارفينه. اي نعم، انا مش هجيبهولكوا كله لان عشان ما نكررش نفسنا، يعني انتوا قضيناه مع بعض قبل كده. بس انا النهارده ايه، نازله اروح لبابا، واحتمال اروح بيت يعني اروح بيت بابا يعني كمان لاخواتي وكده. وفي بقى ايه المفاجاه؟ في مفاجاه ان انا جاي الهديه من واحده حبيبتي قلبي، صاحبتي، ربنا يخليها لي يا رب. حبيبتي يا علا، ربنا يخليكي ليا، ما تحلمش منك ابدا، يا احلى علا في الدنيا. فاروح استلم بقى الهديه، يبعتها لي في البريد. فاروح استلم الهديه من البريد، طبعا هفرجها لكم يعني، ده اكيد. ونروح بقى ناخد كام مشوار كده، المهم هنقضي مع بعض اليوم يعني. لو لقيت حاجه جديده انا ما صورتها لكوش هصورها لكم. الفلوج العادي بقى بابا وكده مش هصورها لكم بقى. خلاص، يلا بقى، صباحكم عسل، وصباحكم رضا، وصباحكم كل حاجة حلوة. يلا بقى بينا ايه، ناخد اليوم بقى النهاردة كده ونلف اللفة الجامدة دي. يلا صباح الفل. نسيت اقول لكم ان انا راح اوصل نادين، مش عارفة نادين جاية ولا الدرس. والنهاردة عيد ميلاد نادين بقى، اكتبوا لها في الكومنتات كل سنة وانت طيبة يا نادين، كل سنة وانتوا كلكم طيبين يا رب. بصوا بقى ايه، انا وانا لسه باخد اللفه بتاعتي وبشتري حبه الحاجات، حبيت افرحكم زي ما انا فرحت. انا جالي تليفون فرحني قوي 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 قوي. الحمد لله النهارده اليوم كله مفاجآت، والحمد لله النهارده يوم جميل بجد بجد يعني. ثانيه واحده، فايه بقى مين يا ترى؟ اكتبوا في الكومنتات ايه التليفون اللي فرحني قوي يا ترى، ايه اللي حصل؟ بتاع البنكود اتصل بيا وقال لي البنكود وصل، فانا اروح استلم البنكود. الحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب. فانا ما تدكوش فرصه تكتبوا في الكومنتات، فانا اروح دلوقتي اجيب البنكود بقى عشان ايه يبقى كده ايه حقنا نص الطريق. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليكم ليا. اكيد البنكود دي جت بفضل دعواتكم وما تحرمش منكم ابدا، وطبعا بفضلكم وربنا يخليكم ليا، انا بحبكم قوي 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 قوي. تعالوا بقى نروح نجيب البنكود ونهيص بقى ونفرح سوا، يلا بينا. بصوا بقى، طبعا يعني بعد يوم مرهق، عارفين اللي بنحب ايه، يوم الخميس ده يبقى مختلف شويه. فانا ايه، الاستاذ علي عزمني انا على الغدا النهارده. لسه هنتغدى ايه؟ معرفش. طب لسه هنتغدى ايه؟ لسه بقى ما نشوف. اول ما هناكل رز وعدس النهارده. هناكل رز وعدس؟ لسه مش عارفين هنتغدى ايه. نتغدى و نرجع بقى ايه اوريك، هوريكوا طبعا الغدا. يلا نتغدى، شو هيتغدى؟ هيتغدوا. تعالوا نزلوا في طبق الفتة السوري، الشاورما دي فتة شاورما ودي فتة شاورما. تعالوا بقى اتغدوا معانا، انا جعانة بصراحة. تعالوا اتغدوا معانا. كان لسه اقول لكم تحدي بس ايه، انا مرضاش ومفيش كام حامل بقى وانا جعانه بصراحه، وكده كده هخلص الطبق فمش محتاجه التحدي، احنا كده كده هنمسح الاطباق. تعالوا اتغدوا معانا. بصوا بقى، احنا خلاص بعد ما خلصنا المشوار ده كله جينا هنا، ده بيت مامت علي، بيت عيلته، بيت اهله. انا قلت ما ايه، احنا بص هقول لكم، احنا بنيجي عارفين الباستا دي كلها تلاقي فيها ناس كتير دلوقتي ملمومين، وبنقعد زي ما علي قاعد كده وانا بقعد على الكرسي، ونبقى قاعدين لما كده ايه اسره مع بعضشينا، نقعد نتسير شويه ونضحك شويه وايه، ونقعد كده شويه. انا راكنه عربيه هنا جنب البيت، وهو ده البيت، هو البيت قديم لانه بتاع بابا ومامته يعني، فمن زمان. فهو كمان مقفول يعني، ما بيفتحوهوش غير يوم الخميس يتجمعوا فيه كده ايه، حتى النور قطع ما فيش اي حاجه، ما تقلقوش. والله منور يعني، هو ما شاء الله حاجة معالي يجي هنا يجيب معاه الخير والبركة، والله العظيم يجيب معاه الخير والبركة. تعالوا بقى بصوا، هتلاقي هنا ايه، بس انا ما رضيتش اصور لكم قبل ما اخواته البنات يجوا يقعدوا، بنجي نقعد هنا مع اخواته البنات، ونانو خارجة اهي من البيت من جوه، فايه هنقعد شوية هنا وهنمشي. ايه قاعدة كده، ايه قاعدة، ايه اسمها ايه دي؟ بصوا حبيبي، انا جيت قلت اغير هدومي اول قبل ما افتح الشنطة، فايه عشان نفتحها سوا. انا مش هقدر افتحها، ما رضيتش افتحها الا معاكم، فتعالوا بقى ايه نفتحها سوا. طبعا انا لو قعدت اشكر فيك يا لولو مليون مساله، ما حبيبتي يا لولو ربنا يخليكي ليا يا رب. طب اسمع لي بقى، هي السكينه ايه؟ سكينه حلوه. طيب سكينه حلوه
حبيبتي، برشينا عشان نتفتح. خلي كده بالله. بسم الله. الله، شايفين؟ عليكم الورق يا مدينة، وعليكم الاسم. بصوا ده اكيد لينا دين، صح؟ حبيبتي ربنا يخليكي لينا يا رب، ما تحرمش منك ابدا. شايفين الرسمه؟ رسمه واضحه ولا مش واضحه؟ مش عارفه. هفتحها لكم برضه. حبيبتي الله، مشيتها جميله جدا 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 جدا، يعني غير ان هو شكلها كيوت وبناتي كده وعسل. شايفين مشيتها يعني، شايفين حاسين مشيتها عامله ازاي؟ حلوه قوي 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 قوي، حلوه جدا. ربنا يخليكي ليا يا رب، ولا يحرمني منك ابدا. عرفتي؟ استنى بقى اكمل عشان ما نطولش عليكم الفيديو، انا هبقى اشكرها بيني وبينك. واو، يعني بصوا اللي هو الواو الواوين. ما شاء الله ما شاء الله، عباية مغربية. انا مش عارفة، بصوا الكم، انا مش عارفة اوريها لكم ازاي، اكيد هتشوفوها عليا يعني. بس شايفين عاملة ازاي؟ شايفين عاملة ازاي؟ شايفين الكم اصلا بتاعها عامل ازاي؟ جامدة 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 بجد، جميلة 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 جميلة، ولونها حلوة قوي. انا بحب التايجر جدا اصلا. شايفين الكم؟ بجد حلوة جدا جدا جدا. يا لهوي، شايفين ال بتاعها؟ بجد حلوة قوي 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 قوي، ومتبطنة كده من جوه و... يعني كمان مش محتاجة ايه تلبسي حاجة تحتها، بجد تحفة. وشكلها يعني غالية جدا، ربنا يخليكي ليا يا رب، ولا يحرمني منك ابدا. حبيبتي متحرمش منك. لا كده كتير، والله العظيم كده كتير يعني. واو بجد، انت عارفة ان انا عارفة ان انا بحبهم. لا ما شاء الله جايبه المقاس الكبير يعني. بجد واو، حلوه قوي. شايفين الترنج ده جامد يعني، جامد بجد، حلوه قوي 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 قوي، وشتوي كمان عشان الشتاء. وبصي يعني حاجه مش عارفه اقول لك ايه بجد، والله العظيم انا ما انا عارفه اقول لك ايه. حبيبتي ربنا يخليكي لي يا رب، ولا يحرمني منك ابدا 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 ابدا، متحرمش منك ابدا. ويلا بقى اكتبي لي مبروك على الحاجه الحلوه اللي، على الحاجه الحلوه اللي ايه اللي جات لي. متحرمش منك ابدا يا لولو، ربنا يخليك ليا يا رب. يلا بقى ايه، ننهي الفيديو ده وبس، نطبقهم بقى وافرح بيهم شويه واقيسهم بقى، ونعمل الجو بتاع ايه ما حد يجي له هديه. انا هقفل عشان انا عايزه اقيس الترنج ده بصراحه. يلا باي باي. بصوا حبايبي بقى، وانا طالعه قلت ايه، جبت لكم شويه حاجات كده. جبت تفاح احمر، يعني هو نص احمر على اصفر، يعني هو كيلو تفاح. وجبت رمان، وجبت بلح كده اسمه بلح زغلول عليه بيحبه قوي. وجبت جوافه، عادي جوافه دي الاكل، انا عندي الجوافه العصير. وكنت جايبه موز وكاكا، بس انا عمال ما غيرت هدومي بقى وقعدت، كانت الكاكا خلصت. دي اسمها كاكا، ما اعرفش اللي بره مصر دي عنده اسمها ايه، يعني عندنا اسمها كاكا ما اعرفش، عندكم انتوا اسمها ايه بقى ما اعرفش. وموز ايه، جبت الحاجات دي بقى ايه. تعالى نكمل بقى بقيه الفيديو، قلت اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها. بس هم خلصوا الموز، الموز عندنا والحاجات دي قبل ما بتفتحي، قبل ما يطلع من الشنطه بيكون خلص، سبحان الله سحر كده. يلا بألف هنا عليا كلهم، يلا بقى تعالى نكمل بقى الفيديو. وجبت معاكم بقى ايه حاجه المحشي اللي هنعمل بقى بكره محشي باذن الله. يلا بقى ايه، ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو لو عجبكم. يلا بقى باي باي.